الحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب اشرح صدورنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا وحصن فروجنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همومنا واشف مرضانا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل صلوات ربي وتسليماته عليه: ما أكل آدمي طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها السادة المسلمون، حديثي مع حضراتكم في هذه الدقائق المباركة عن العمل شرف. العمل شرف، وسوف ينحصر حديثي إن شاء الله في نقاط. أولاً، أهمية العمل ومكانته في الإسلام. ثانياً، العمل والاحتراف في حياة الأنبياء والصالحين. ثالثاً، العمل ضرب من ضروب العبادة في الإسلام. وأخيراً، حقوق العاملين. أيها الأحبة، إن الحياة سباق مرير لا يفوز فيها إلا من كد وتعب. الحياة كالمحيط بعواصفه وأمواجه المرعبة، لا يعبره إلا ربان ماهر مدرب بسفينة متينة البنيان. ومن لم يستطع أن يواجه العواصف غرقت سفينته في المحيط. والحياة والواقع مليء بنماذج تدلنا على ذلك، تدلنا على أن الحياة وليونتها وسهولتها لا تكون لأي أحد، لا تكون إلا للنشيط المغامر العصامي المجد. وأما الكسول الصعلوك الذي حياته مليئة بالكسل والخمول، فهذا لا حظ له في رغد العيش. ونأخذ مثلاً على سبيل المثال على حياة الأفراد، تجد الطالب المجد الذي يجتهد ويدأب في عمله ويذاكر، هذا وإن كان محدود الذكاء يصل إلى أرقى الدرجات وأعلاها. أما الطالب الآخر الكسول وإن كان ذكياً
ولكنه اعتمد على ذكائه وترك البحث والتحصيل والدراسة والدأب والتعب والكد والاجتهاد. هذا يتأخر بمراحل عن هذا الذي لا يماثله في الذكاء ولكنه اجتهد ودأب وعمل. تجد الفلاح مثلا، الفلاح الذي يستيقظ باكرا ويذهب إلى حقله ويراعي زرعه ويبعد عن زرعه النباتات الطفيلية، تجده في آخر موسم الحصاد ربح، وفي سائر المهمات والأعمال هكذا. وقديما قال الحكماء: من زرع حصد. وقد قرأنا ونحن في الصغار في كتب المطالعة أن السلحفاة والأرنب ذات يوم تسابقا أو اتفقا على السباق. الأرنب معروف بعدوه ومعروف بأنه سريع العدو والجر، أما السلحفاة فهي بطيئة تمشي ببطء شديد. اتفقا هما الاثنان على أن يصلا إلى نقطة معينة، أما الأرنب فقد اعتمد على سرعته وعلى سرعة عدوه وجريه فأخذ يلهو ويلعب، وأما السلحفاة فقد قصدت طريقها ودأبت في العمل ولم تقف قط. فلما رآها الأرنب كادت أن تصل إلى الهدف ظل يعدو، فسبقته السلحفاة ووصلت وفازت عليه. ولما فازت ووصلت إلى الهدف نظرت إليه وقالت: من سار على الدرب وصل، من سار على الدرب وصل، ومن جد وجد. وتمثل الشعراء هذا في أبياتهم الشعرية فقالوا: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. الجد يعني الحظ العظيم والرزق الواسع في الجد، في الاجتهاد والأخذ بالعزيمة والنشاط والدأب والعمل. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب يعني فتعب تصب عن قريب غاية الأمل. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإني رأيت لذيذ العيش في النصب. انصب يعني اتعب، وكد فإني رأيت لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، الأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. أيها الإخوة، وعندما نقرأ في كتاب ربنا سبحانه نجد أن الله تعالى حثنا حثا على العمل، فقال الله سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يعلق على هذه الآية فيقول: لكن بعد أن أسمع الصلاة على رسول الله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد سوى الله تعالى في هذه الآية بين المجاهدين في سبيله سبحانه وبين الساعين لاكتساب المال الحلال، وجمعهما في آية واحدة وعطف بحرف عطف على هذا على هذا، فدل ذلك على أنهما عند الله تعالى بمنزلة واحدة. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلم العامل ويشجعه ويبشره فيقول عليه الصلاة والسلام: من أمسى كالا يعني متعبا مرهقا، من أمسى كالا
من عمل يده ماذا يا رسول الله؟ شوفوا البشرة، قال من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. الله الله. ويروى في الأثر أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم خرج وقد كان جائعا، فمر ببستان يهودي فطلب منه أن يسقي له، فسقاه أو سقى علي بن أبي طالب هذا البستان وأعطاه عدة تمرات، ومن نتيجة هذا الدلو تورمت يدا علي بن أبي طالب. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله. نعم أيها الإخوة، وعندما ننظر في سير الأنبياء وننظر في سير الصالحين نجد أنهم قد احترفوا الحرف والمهن، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى يحب المؤمن، وفي رواية يحب الشاب المحترف. يعني إيه المحترف؟ يعني صاحب الحرفة، يعني صاحب المهنة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سيدنا عمر والله إني لأكره أن يكون الرجل فارغا، لا هو في عمل الدين ولا هو في عمل الدنيا، كان إذا أعجبه حال رجل سأل عنه هل له من عمل، فإن قالوا نعم عظم في عينيه، وإن قالوا لا سقط من عينه. تعالوا نأخذ مهن وحرف الأنبياء والصالحين بدءا من سيدنا آدم عليه السلام. ماذا كان يعمل آدم عليه سيدنا آدم عليه السلام كان يعمل حراثا، والسيدة حواء كانت تعمل بغزل القماش، سيدنا إدريس عليه السلام كان خياطا وخطاطا، فهو أول من خط بالقلم. أما إلياس عليه السلام فقد كان نساجا يحيك الثياب وينسجها، وأما نوح وزكريا عليهما السلام فقد كانا نجارين، وأما هود وصالح عليهما السلام فقد كانا تاجرين، وانظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام كان زراعا وبناء، وهذا نبي الله أيوب عليه السلام كان يعمل بالزراعة، وأما نبي الله داود عليه السلام فقد كان يعمل زرادا. زرادا يعني إيه؟ يعني يصنع الزرد، وهو القميص الحديدي الذي يلبسه المحارب حتى يقيه السهام فلا يموت. وكان نبي الله سليمان عليه السلام خواصا يصنع الخوص، وأما نبي الله موسى عليه السلام وشعيب عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يعملون برعي الغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث الله نبيا إلا وكان يرعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراريط أجزاء من الدراهم والدنانير، كان يعمل ويأخذ أجزاء من الدراهم والدنانير. وعندما ننظر في الصحب الكرام رضوان الله عليهم وفي أعمالهم نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان تاجر أقمشة، أما عمر فقد كان دلالا، يعني يعمل بالدلو يملأ المياه ويصنع الدلاء، وكان عثمان بن عفان تاجرا مشهورا جدا بالتجارة، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعمل عاملا
ويحمل الأشياء على كتفه، وكان ينشد الشعر ويقول: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يعني أن يمن علي أحد بأنه أعطاني. يقول الناس لي في الكسب عار، قلت: العار في ذل السؤال. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعمل تاجرا، وكان الزبير بن العوام يعمل خياطا، وسعد بن أبي وقاص يعمل نبالا، يعني يصنع النبال التي في الحرب، وكان عمرو بن العاص يعمل جزارا وتاجرا، كان خباب بن الأرت يعمل حدادا، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل راعيا، كان بلال وعمار يعمل خادمين، وكان سلمان الفارسي يعمل حلاقا ومؤبرا للنخل، مهنة معينة في النخل وفي تلقيح التمر، وكان أيضا خبيرا بفنون الحرب. كان البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه كان تاجرين. وانظر إلى هذه المهن في كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، فيه بسط لهذه المهن. فكيف كان هؤلاء يعملون؟ كانوا يعملون ويحترفون المهن التي كانت في زمانهم، فنحن الآن مطالبون أيضا أن نحترف المهن الحديثة التي مليئة بالصناعات الحديثة والتي تساعد هذا البلد على التقدم والتفوق. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة، إن العمل ضربٌ من ضروب العبادة. نعم، وقد ذكرت لحضراتكم قول الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. من روعة الإسلام أنه لا يحصر العبادة فقط على الشعائر، بل بنيتك الخالصة إذا ما كنت في عملك فأنت بهذا تأخذ ثواباً وأجراً من الله عز وجل. ودليل ذلك ما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: خرج رجل به جلد ونشاط ومر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واحد قوي وبه نشاط وحيوية، فالناس الصحابة قالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني يحارب ويقاتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع، لو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أهله فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه لما وجد واحد كده في المسجد قاعد انقطع عن العمل للعبادة فقط، فقال عمر رضي الله عنه: من ينفق عليه؟ فقيل له: أخوه. فقال عمر رضي الله عنه: أخوه أعبد منه. لماذا أخوه أعبد منه؟ لأن أخوه يساير في حركة الحياة وينفع الناس ويساير في دورة الحركة الاقتصادية، وليس جالسا فقط لعبادة الله عز وجل، فإن العمل أيضا من العبادة، إلا إذا حان وقت الصلاة. ولذلك في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يروى أن هذه الآية نزلت
حتى تحث قوما تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهوا بقافلة قد أتوا، لهوا بقافلة قد أتت إلى المدينة وتركوا رسول الله ولم يتركوا ولم يبق معه إلا 12 رجلا. وفي قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، نزل قول الله، نزلت هذه الآية في رجلين. الآية دي نزلت في اثنين، كان أحدهم بياعا وكان الآخر قينا. قينا يعني إيه؟ يعني يعمل بالحدادة. كان البائع إذا ما سمع الآذان، كان البائع إذا ما سمع الآذان وكان ميزانه على الأرض لا يرفعه، وقد كان إذا كان الميزان في يده يضعه. وأما الحداد كان إذا ما سمع الآذان ومطرقته على سندانه لا يرفعها. أما إذا كانت مطرقته في الأعلى وقد سمع الآذان فيرمي مطرقته من خلفه ثم يذهب إلى الصلاة. ففيهما نزل قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقد بقي لنا أن نتحدث عن العنصر الأخير، وهو حقوق العاملين. إذا كنا ندعو إلى العمل، وإذا كنا نحث الناس على العمل، فلا بد أن نذكر أيضا أن العمال لهم حقوق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي رواية: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. من حقوق العاملين الالتزام بالعقد الذي يكون بين المتعاقدين، بين العامل وبين صاحب العمل. من حقوق العاملين أن لا تكلفهم فوق ما يطيقون، وأن تعاملهم بالحسنى. وقد سمعنا في الأيام الماضية انتحار أحد موظفي إحدى الشركات الخاصة نتيجة لسوء معاملة مديره في العمل. وهنا لابد أن نبعث برسالة إلى كل صاحب عمل وإلى كل مدير، لابد أن يرحم من تحت يديه. القيادة أنك تحتوي من تحت يديك. القيادة هي أنه إذا أخطأ تعلمه وتستطيع أن تحتويه، مش أول ما يغلط تفرمه وتأتي عليه وتعامله كأنه عبد وكأنه خادم لديك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذه السادية وهذا الكبر وهذه وعدم الرحمة والنظر إلى العامل كأنه سلعة بغض النظر عن ظروفه النفسية وبغض النظر عن ظروفه الجسدية وصحته، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان منا سيسأل عما تحت يديه. نعم، من شروط القيادة الحزم، وأيضا من شروط القيادة الرحمة. فمن لا يرحم لا يرحم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك الأغر أن يوسع أرزاقنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربي، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربي سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل يا ربي بلدنا رغدا هنيئة. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع ما نزل بنا من الغلاء والوباء والبلاء والفتن، ما ظهر منها وما بطن، نحن وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. العامل العمال في أي دولة من الدول هم معادلة صعبة، بدونهم مع التقدم العلمي الكبير اللي الناس وصلت له والأمم وصلت له، بدون العمال لا تستطيع المصانع الإنتاج، وتخسر الدول وتخسر الدولة الكثير من العملات الصعبة ومن الاقتصاد. ولذلك لابد من الحفاظ على حقوق العمال. وزي ما قلنا الحقوق العمال دي لهم قصة طويلة، احنا عندنا او في حاجة كده العالم بيحتفل بها اسمها عيد العمال. ايه عيد العمال دوت؟ له قصة. عيد العمال سنة 1884، ده اواخر القرن التاسع عشر، جه واحد رئيس العمال الامريكيين اسمه بيتر ماتجوين. الراجل دوت جه وقال لهم يا جماعة انا عندي كده فكرة، ايه رأيكم نطالب بتخفيض عدد ساعات العمل؟ كانوا زمان بيستعملوا العمال دول كعبيد، يدنوا ليل نهار شغال مفيش رحمة. قال لهم أنا لسه جاي من كندا، والرفاق هناك والناس هناك عدد ساعات العمل بتاعتهم 9 ساعات، فاحنا نطالب زيهم 9 ساعات عمل مش أكتر من كده. فطبعا الحكومة رفضت الفكرة دي تماما. وبعد كده ظهر مجموعات تطالب بثمان ساعات عمل فقط، نقول احنا يا جماعة مش هنشتغل من شروق الشمس إلى غروب الشمس، احنا لنا 8 ساعات فين في اليوم عمل، وثمان ساعات راحة، وثمان ساعات نوم، لكن على طول كده هوت لا، كان بيسموها كده 8 و8 و8، ما هو اليوم 24 ساعة، 8 ساعات عمل، 8 ساعات استجمام وراحة، وثمان ساعات نوم. وعملوا لما الحكومة ما استجابتش في أمريكا عملوا إضراب. الإضراب ده كان في 1 مايو عام 1886، واستجاب لهم عدد من العمال في عدد من الولايات، حتى تم إضراب 400,000 عامل في أمريكا عن العمل في هذا اليوم. وتم تنظيم مظاهرات للمطالبة بهذه الحقوق، وحدثت أعمال شغب، وتم إلقاء قنبلة، واتقتل 12 ضابط وعدد من العمال، واتحبس كتير جدا من العمال، واتشنق منهم عدد كبير. ولذلك اليوم دوت بالرأسمالية أو الشيوعية اتخذته يوم 1 مايو من كل عام عيد للعمال، وأصبح بالفعل عيد للعمال في 90 دولة من الدول تقريبا، كل يوم 1 مايو بيحتفلوا بعيد العمال حتى أرسيت هذه الحقوق. لكن في أمريكا 2 سبتمبر بيحتفلوا بعيد العمال لنظرا لاعتبارات سياسية. الشاهد من ده كله أن العمال بدأوا ينهضوا وبدأوا يعملوا مناهضات ومطالبة بالحقوق حتى يتم الحفاظ على حقوقهم. ولذلك الأمم بتتقدم بأشياء، من ضمنهم حاجتين مهمين جدا، بالعلم. بدون العلم لا تقدم للأمم، وبالذات العلم الحديث. وأيضا مع العلم الأيدي العاملة، ما مين اللي هيطبق العلم ومين اللي هينتج؟ الأيدي العاملة. فلا بد أيضا من الحفاظ على الأيدي العاملة. فأي أمة من الأمم تريد أن تحافظ على مستقبلها وعلى قوتها لا بد أن تهتم بهذين الأمرين، تهتم بالعلم والعلماء، ولا بد أيضا أن تهتم بالأيدي العاملة. من المؤسف اللي احنا شاهدناه من فترة كده هو انتحار شاب، ممكن يكون له ظروف صحية أو ظروف نفسية بسبب القسوة في العمل. القائد أو المدرب أو المدير لابد أن ينظر
إلى يعرف أنه هو مسؤول على كل واحد تحت إيده، مش المهم أنه هو ينتج وخلاص، لا، أنت مسؤول عن نفسية الشخص اللي قدامك، مسؤول أنك لما تجرحه بالكلام وتقسى عليه وتقسى عليه مرة في مرة وعنده ظروف أو عنده اكتئاب ممكن ينتحر. إحنا لا نقر الانتحار، الانتحار ده كبيرة من الكبائر ومعصية عند الله سبحانه وتعالى، ولكننا أيضا ندعو في الجانب الآخر إلى الشفقة وإلى الرحمة وإلى مراعاة العاملين أو العمال الذي تحت أيدي كل إنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.